النشرة السابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. اتفاق وقف لإطلاق النار في وادي بردة، ووفد روسي يفاوض المسلحين على حل يشمل 11 قرية. موسكو تعلن البدء بتقليص وجودها العسكري في سوريا وإعادة حاملة طائراتها وقطع بحرية أخرى. وزير الدفاع التركي ينتقد بشدة دور واشنطن حيال الأزمة السورية ويشبه دعمها للكرد بمن يحتفظ بالثعابين. قوات العراقية تحرر حي المثنى شرق الموصل بعد عبورها نهر الخوصر. وفي مدينة توزر تمغزى نقطة الوصل بين تونس والجزائر، قطعة طبيعية جاذبة وخصوصية حضارية فريدة. أعلن الإعلام الحربي عن اتفاق لوقف إطلاق النار لعدة ساعات في وادي بردة بريف دمشق، وأضاف الإعلام الحربي أن وقف إطلاق النار يشمل كل الفصائل. معلومات للميادين أفادت عن دخول وفد روسي إلى المنطقة للتنسيق مع المسلحين للتوصل إلى حل يشمل 11 قرية في الوادي. وكان الجيش السوري قد حرر مرتفع ظهر التنحيلة المشرفة على قرى كفر العواميد والبرهلية وكفر زيت والحسينية في وادي بردة قبل إعلان وقف إطلاق النار. معي الآن مباشرة من العاصمة السورية دمشق مراسل الميادين محمد الخضر، تضعنا في صورة ما يجري في وادي بردة محمد من اتصالات. في الواقع كمال، هو وقف اطلاق النار محدود ليس فقط بالساعات بالزمن، وانما ايضا في المحور، لان فقط المحور الذي يشمل هذه المنطقه التي يجري فيها اللقاء بين وفد من اهالي او وجهاء منطقه وادي برده بكل قراها ومناطقها، مع وفد يضم ضباط سوريين وضباط روس بطبيعه الحال. اي ان هذا الاتفاق في الواقع ان العمليه بالاحرى العسكريه هي مستمره ما عدا هذا المحور الذي يشمل هذا اللقاء، او من اجل توفير الظروف من اجل هذا اللقاء البحث في الواقع في أفكار من أجل تسوية وضع المنطقة بشكل عام. يعني المحور ماذا يشمل من مناطق محمد؟ هذا المحور الذي تشير إليه؟ في الواقع من المعلومات الواردة من هناك، هو المحور يأتي من بلدة دير قانون التي هي تحت سيطرة الجيش باتجاه عمق تلك المناطق، يعني هي ربما بمساحة محدودة من أجل تأمين جو لإجراء هذا اللقاء. عدا عن ذلك، في الواقع العملية العسكرية كانت مستمرة منذ ساعات الصباح، وهي يعني كما تتحدث مصادر مستمرة طالما لم يرضخ المسلحون للشروط التي تضعها قيادة الجيش، وخصوصا بطبيعة الحال حاليا الوضع المائي، يعني يجب إبعاد المسلحين عن هذه المنطقة مصادر المياه من أجل عودتها إلى دمشق. هذا هو الآن العنوان الحيوي والملح على الجميع واقع الأمر. ثم ربما البحث في القضايا الأخرى والأساسية والتي تشمل هذه القرى الأحدى عشرة، بمعنى خروج المسلحين من هذه المناطق وتسوية من يود تسوية أوضاعه، وإبعاد بشكل خاص المسلحين الغرباء، لأن جزء كبير على ما يبدو من الوجود المسلح في هذه المناطق هو من مناطق مجاورة أو حتى من مناطق بعيدة عن هذه المنطقة، إضافة إلى ما تم دوما الحديث عنه إلى أن الجزء المتصلب والموجود في تلك المناطق هو أساسا من المسلحين التابعين لجبهة النصرة وبالدرجة الثانية حركة أحرار الشام. يعني هذه الاتصالات، هل هناك يعني مدة زمنية يعني بالنسبة لموضوع المياه، بالنسبة هل دخلت المفاوضات كل هذه التفاصيل؟ في الواقع يعني حسب المعلومات ان هذه هو اتصال من اجل البحث في مبادره من اجل بشكل اساسي تامين موضوع المياه اللي هو الذي هو حيوي، يعني حتى الان الدخول في كل التفاصيل الاخرى ربما ياتي في مرحله لاحقه ليس ملح بحجم الالحاح المتعلق بموضوع المياه الذي يتعلق بطبيعه الحال بكل العاصمه دمشق. لذلك ان يعني الافكار الاساسيه تتمحور على ما يبدو، وهي في الواقع لم تكشف حتى الان، تتصل فقط بتامين هذه المنطقه واعاده الورشات المختصه من اجل تامين المياه لدمشق. عدا عن ذلك العملية مستمرة طالما المسلحون يرفضون يعني كل هذه الشروط والابتعاد عن مصدر المياه الأساسي لدمشق في نبع الفيجة. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من دمشق. وصفت الأمم المتحدة عملية قطع المياه عن سكان دمشق بجريمة حرب. رئيس مجموعة العمل في المنظمة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند قال إن 5.5 مليون شخص في العاصمة السورية وحدها حرموا من المياه أو تلقوا كميات غير كافية، لأن موارد وادي بردة غير قابلة للاستخدام بسبب المعارك أو أعمال التخريب أو للسببين معا. وأضاف أن المنظمة تريد التحقيق فيما حصل، لكنها تريد قبل كل شيء إعادة الماء.
هذا هو الواقع منذ أسبوعين. لا يمكن أن يستمر الحال على هذا النحو. يجب استعادة إمدادات المياه فورا لأن عدد الأشخاص المتضررين هائل. لكن هناك أيضا جهود مبذولة في هذه الحالة الطارئة، لذا لا معلومات لدينا عن أي مرض ينتشر في الوقت الراهن، إلا أن هناك مخاوف من ذلك. قطع المياه وتخريبها هو بالطبع جريمة حرب، لأن المدنيين هم من يشربون منها، وبالتالي سيتضررون من الأمراض المنقولة بالمياه وغيرها من الأمراض. تصريح إنجلاند جاء عقب تأكيد وزارة الخارجية السورية في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن قطع المياه عن المدنيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية والإجراءات التي تتخذها لإعادة المياه إلى دمشق، إضافة إلى التدابير الرادعة والعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب في سوريا التي تستخدم قطع مياه الشرب كعقاب جماعي ضد ملايين المدنيين. أعلن رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري جيراسيموف أن وزارة الدفاع الروسية بدأت تقليص قواتها في سوريا مستهلة بسحب الحاملة الأميرال كوزنتسوف والطراد بطرس الأكبر ومجموعة السفن المرافقة لهما من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري. جيراسيموف أوضح في مؤتمر صحفي أن سحب السفن الروسية يأتي تزامنا مع استمرار وقف إطلاق النار في سوريا. وفقا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا فلاديمير بوتين، بدأت وزارة الدفاع بتقليص قواتها المسلحة المتواجدة في سوريا. سفن حاملة الأسطول الشمالي وعلى رأسها حاملة طائرات الأميرال كوزينيتسوف ستكون على رأس المغادرين من منطقة النزاع. أريد أن ألفت إلى أن نشر عناصر البحرية في العملية ضد الجماعات الإرهابية سمحت بتحرير العاصمة الاقتصادية لسوريا حلب من المتمردين في وقت قصير. معنا الآن مباشرة من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي. سلام، الأسباب التي يتم الحديث عنها في موسكو عن تخفيض عديد القوات في سوريا، وإذا كان هناك أيضا ما يتم تداوله حول المرحلة المقبلة بعد خفض أو يعني تقليص تواجد هذه المعدات العسكرية في سوريا. كمان هذه الخطوة هي ليست مفاجئة، وإنما اتخذت على أساس توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو قد طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية العام باتخاذ مثل هذا القرار وخفض عديد القوات الروسية في سوريا، لا سيما أنها أنجزت كما تقول موسكو المهمة الأساسية. نعرف أن هذه القوات وهذه التعزيزات أرسلت إلى سوريا قبل حوالي شهرين، أقصد هنا طبعا المجموعة البحرية الروسية لأسطول الشمالي الروسي بقيادة البارجة الصاروخية الاستراتيجية النووية بطرس الأعظم وحاملة الطائرات الأدميرال كوزنتسوف، بالإضافة إلى بعض السفن الإسناد. هذه القطع البحرية أرسلت إلى سوريا في خضم المعارك حول حلب وشاركت بشكل فعال في تلك المعارك وفي ضرب يعني مواقع المسلحين على أطراف حلب وبعض المناطق الأخرى، وكذلك بالطبع ضرب أهداف لداعش وجبهة النصرة. والآن بعد أن أنجزت هذه المجموعة العسكرية البحرية مهمتها يجري استدعاها لتعود إلى قواعدها في روسيا، أي أنها أنجزت ما كان قد أوصل إليها من قبل، وهذا لا يعني خفض عديد القوات الروسية في سوريا، لأننا نتكلم عن مجموعة جاءت مؤقتا قبل شهرين والآن تعود إلى قواعدها في روسيا. لكن ما يتعلق يعني القوات التي كانت بالأساس موجودة في سوريا فهي تبقى هناك، لا سيما أنها جرت في الآونة الأخيرة تعزيز هذه القوات بأسلحة وبخبراء عسكريين، وتم توسيع القواعد العسكرية الروسية في سوريا. نعم. تحديدا طرطوس وحنيميم، وتم نصب ونشر مجموعات متطورة، هذا يتعلق بأنظمة الدفاع المضاد للجو S-300 و S-400، بالإضافة إلى أنظمة خطر السواحل الصواريخ التي يعني تستخدم لحماية السواحل السورية وتحديدا صواريخ ياخونت وباستيون، بالإضافة إلى
تعزيز التواجد للمروحيات الروسية في سوريا. نعم. خاصة بعد أن تم تحرير الكثير من المناطق وتم يعني إعادة تأهيل العديد من المطارات العسكرية في سوريا التي تستخدم حاليا. شكراً. لإقلاع الطائرات السورية والروسية من هناك. أشكرك جزيل الشكر. مواقع المسلحين. سلام العبيدي مدير مكتب الميادين كنت معنا مباشرة من موسكو. قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق أن مدينة الباب شمال سوريا تشهد حرب شوارع مع داعش لأنه استبعد السيطرة عليها قريبا. إيشق رأى أن واشنطن فشلت في سياساتها بسوريا وأضاف أن نظيره الأمريكي تعهد بانسحاب الوحدات الكردية من منبج لأنه لم يلتزم بتعهداته. وزير الدفاع التركي أشار إلى جهود حثيثة لبلاده مع روسيا لتحقيق وقف إطلاق النار. في كل مرة نلتقي محاورين من الولايات المتحدة نقول إن حزب الاتحاد الديمقراطي السوري هو جناح من حزب العمال الكردستاني وبالتالي هو منظمة إرهابية. التعاون مع منظمات إرهابية مثل فتح حقيبة كاملة من الثعابين، وقد ارتكبت الولايات المتحدة خطأ استراتيجيا هناك، ونحن ندفع الثمن في هذه المنطقة ما سينعكس حتما على الولايات المتحدة أيضا، ليس هناك شك في ذلك. حول هذه المواقف معي الآن مباشرة من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مرمرة الدكتور جنكيز تومار. دكتور تومار، ما خلفيات هذا التصعيد التركي تجاه واشنطن، الرئيس ثم وزير الخارجية والآن وزير الدفاع؟ لماذا أنقرة رفعت اللهجة بشكل كبير تجاه واشنطن خلال اليومين الماضيين؟ مساء الخير. أولا طبعا بسبب المشاكل في داخل تركيا وأيضا في سوريا التركية يعني تحس بأنها تركت من قبل الناتو وأمريكا في الشرق الأوسط وحيدة. كما تعرفون في البداية تركيا وأمريكا والغرب كانوا معا في مسألة الحرب السورية، بعد ذلك بقيت تركيا وحيدة واضطرت أن تتصالح أو تتعامل مع روسيا. نعم أسمعك، تفضل. صوتي واضح؟ نعم صوتك واضح وأسمعك بشكل جيد. يبدو أن الضيف لا يسمعنا. سيد جنكيز تومار إذا كنت تسمعني فأرجو أن تكمل إجابة، وإذا كنت لا تسمعني فتفضل. تفضل. هناك قطعة الخط أظنه، والآن تركيا اضطرت أن تكون تتصالح مع روسيا في مسألة سوريا بسبب أصبحت هذه المشكلة مهمة جدا لبقاء تركيا. هناك عدة مشاكل في سوريا، خاصة مسألة حزب العمال الكردستاني ومسألة داعش لكن السؤال أستاذ جنكيز تومار، هذا ما تقوله ليس جديد، يعني دعم الكرد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصل يوم أمس، هذا بدأ منذ فترة طويلة. ما الذي حصل الآن حتى رفع أساس الأتراك الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية معا؟ يعني الرئيس يقول أن هناك من يستخدم ألاعيب ويدعم الإرهاب في سوريا وكان يقصد الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي جرى الآن خلال اليومين الماضيين حتى جعلت تركيا تستفز بهذا الشكل؟ أعتقد تركيا أو الحكومة التركية بشكل عام تفكر التصعيد الإرهابيين في الأواني الأخيرة من قبل الحزب العمال الكردستاني داعش ومنظمة فتح الله بلاد، وتفكر تركيا هذه رسالة من الدول الكبرى الغربية مثل الولايات المتحدة براء هذه العمليات لتعطي رسالة تركيا بسبب تغيير سياستها في سوريا وأن تتقارب من روسيا. أنا أعتقد هذه يعني في هذا التقارب سيد جنكيز تومار
مع روسيا هو هل تعتقد بأنه خيار استراتيجي دائم أم تكتيكي؟ بمعنى أن تركيا أخذت خيارها بالتنسيق مع روسيا وربما إيران في سوريا وهذا سوف يستمر، أما يجري هو تكتيك إلى حين أن تأتي الإدارة الأمريكية المقبلة وترى تركيا كيف ستتعامل مع المستجد؟ أعتقد هذه التكتيكي، والآن تركيا تنتظر ترامب طبعا 20 جانوري، وبعد ذلك إنما ترى هل هناك أي تغيير في سياسة أمريكا خاصة في مسألة الحزب العمال الكردستاني والأحزاب التابعة له في سوريا، هل هناك تغيير أو لا؟ أظن بعد ذلك أن تركيا تكرر ما هي شكل علاقتها مع روسيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد جنكيز تومار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مرمرة، كنت معنا مباشرة من اسطنبول. إلى هذا جدد رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي دعوة كل الأطراف التي دخلت الأراضي السورية من دون إذن الحكومة السورية إلى مغادرتها. وأشار بروجردي بعد زيارته أضرحة شهداء المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى أن وجود هذه القوات هو انتهاك للقانون الدولي وتسبب في زعزعة أمن ووحدة سوريا. الأطراف التي أتت من دون إرادة سوريا وساهمت في زعزعة استقرارها، نحن نرى أن ذلك مخالف للقانون الدولي ونوع من أنواع الانتهاك للسيادة السورية. لذلك فإن كل الأطراف التي لم تأتي بطلب رسمي من الحكومة السورية ينبغي عليها أن تغادر الأرض السورية فورا. في خطوة تحمل رسائل سياسية فرنسية، بعد تحرير حلب وصل إلى المدينة أول وفد برلماني فرنسي برئاسة النائب تيري ميرياني للاطلاع على ما جرى في المدينة في ظل التشويه الإعلامي للحقائق خدمة لمصالح سياسية كما قال النواب. للسلام صلوا في حلب، وفد برلماني فرنسي من 3 نواب شارك في صلاة الميلاد. يتطلع القائمون هنا لكشف حقيقة ما عاشته الشهباء للضيوف الفرنسيين. صورة غابت عن الشارع الفرنسي تحت ضغط الإعلام والسياسة التي غيبت الوقائع وحقيقتها عن باريس. تعمل مؤسساتنا في حلب منذ بداية الحرب، ولقد حرصنا على هذه الزيارة لأن الإعلام الفرنسي لا ينقل حقيقة ما يجري في حلب. نرغب أن تشكل زيارة الوفد الفرنسي بداية لكشف حقيقة ما يجري وما تمارسه الجماعات الإرهابية من قتل وتدمير. متأملين منه أنه ينقل هذه الصورة لباريس، لأنه عم بيلمسوه بإيدهم هلأ، هن موجودين بين الناس وممكن يسألوا صحفيينهم موجودين بين الناس وممكن يسألوا أي شخص. البحث عن حقيقة ما جرى من قتل للمدنيين ودمار طال المدينة شكل هدف الوفد الفرنسي. قرابة 15,000 شهيد مدني قضوا بقذائف الجماعات المسلحة إلى جانب دمار طال نصف المدينة، واقع شكل صدمة للنواب الفرنسيين. من هذا الواقع أكد الوفد ضرورة محاسبة كل من شوه الحقيقة، حقيقة يجب أن تكون محفزا لسياسي العالم لتوثيقها وكشف من وقف خلف إرسال الإرهابيين إلى حلب. فعلا مؤسف حجم الدمار والواقع الإنساني الصعب الذي تعيشه حلب، وعلى الرغم من الدمار لمسنا إرادة الشعب بالحياة والتحدي. هذه الصورة سننقلها للعالم ويجب أن تغير حلب نظرة العالم وموقفه. أشعر بالغضب مما رأيته ومن تزوير الصورة والواقع من قبل الإعلام عما جرى في حلب. يجب أن تكون زيارتنا بداية لزيارة وفود برلمانية أخرى لحلب ليعرفوا ما جرى وأن الجيش والشعب في سوريا يقاتلون الإرهاب من أجل الحرية. أول وفد برلماني أجنبي يزور حلب منذ 5 سنوات، زيارة تبنى الآمال على أن تشكل نقطة تحول في السياسة الغربية تجاه سوريا والحرب الدائرة فيها. تحرير حلب يجب أن يشكل نقطة تحول ليس في الأزمة السورية فحسب، وإنما في نظرة العالم إلى الحرب على هذا البلد. هكذا اختصر الوفد الفرنسي زيارته إلى هذه المدينة التي تكشف حجارتها بأن الحرب السياسية والإعلامية والعسكرية التي شنت عليها لم تكن حربا سهلة وإنما منظمة دوليا. رضا الباشا، حلب، الميادين.
إلى الميدان العراقي، حيث حررت القوات العراقية والحشد العشائري 40 كيلومترا من الطريق القائم غرب الأنبار. وفي الموصل حررت القوات العراقية حي المثنى شرق الموصل وفق ما أفاد به مراسل الميادين. كذلك حررت شقق الحدبة السكنية شمال شرق المدينة. وفي حي الوحدة بالموصل أيضا تتقدم القوات العراقية في ظل معارك عنيفة مع مسلحي داعش. مصادر عسكرية لفتت إلى أن قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية حررت أجزاء من الحي بإسناد من قوات الفرقة التاسعة في الجيش وقوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب وبغطاء جوي. جاي هسه احداثيات توصلنا من ضابط، عندنا ضابط رصد موجود بالمتقدم، احداثيات لمواقع داعش اللي موجوده حاليا في منطقه حي الوحده. العدو منهار مهزوم، يحاول قدر المستطاع عرقله لتقدم القوات الامنيه، وهذا الشيء احنا متعودين يعني عليه، وهو مفارز تعرضيه لا غير، استهداف بالعجلات المفخخه، لكن كان ايضا استهداف من الطيران الجيش العراقي. من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، أكثر من تقدم وتطور ميداني حصل اليوم، الوحدة والمثنى وغرب الأنبار أيضا، تضعنا في صورة ما يجري على الجبهات. نعم جمال، بالفعل هو تقدم في أكثر من محور في عمليات الموصل، التقدم النوعي والسريع يمكن وصفه بإنجاز القوات العراقية تحرير حي المثنى ضمن المحور الشرقي، وسيطرة الفرقة 16 في الجيش العراقي على شقق الحدبة واندفاعها والسيطرة بالتنسيق مع قيادة عمليات جهاز مكافحة الإرهاب على ساحة الاحتفالات وشقق الأساتذة، ووصول قوات الشرطة الاتحادية عن مستشفى السلام أحد أبرز معالم جنوب الموصل بمسافة 300 متر، هو ما يفصل قطاعات بغاوير الشرطة الاتحادية. طبعا هناك عمليات مسح أمني، هناك محاولات إحباط هجمات نفذتها القوات الأمنية العراقية بعد معلومات استخبارية تأكد أن داعش لا حاول استهداف المناطق والمدنيين بتكرار لسيناريو اعتمده أمس باستهداف المدنيين في 4 أحياء محررة برشقات من صواريخ ألغراد. داعش أيضا حاول أن يستهدف المناطق الآمنة، نفذ هجوما انتحاريا لمدينة الشعلة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد. القوات العراقية الآن ما يفصلها شريط من 3 أحياء عن نهر دجلة، وهدف الصفحة الثانية في عمليات شرق الموصل هو الوصول لضفاف نهر دجلة الشرقية، وبالتالي القوات العراقية بذلك حسمت ما قدرته هي ب 70% من الساحل الأيسر لمدينة الموصل. التقدم السريع الذي حصل في هذه العمليات السبب الأبرز فيه هو اعتماد القطاعات العسكرية العراقية في المحاور الثلاثة الشمالي والشرقي والجنوبي الشرقي على أن التقدم يكون بالتساوي وبالرؤوس المتقدمة بذات النسق في عمليات التقدم داخل الأحياء. بالنسبة لعمليات الأنبار، ما يفصل حديث المحررة عن القائم 170 كيلومتر، القوات العراقية طبعا نتحدث عن عمليات الجزيرة والبادية وكذلك الحشد العشائري من عشائر حديثة، والفرقة 7 في الجيش العراقي أنجزت تحرير 40 كيلومتر وحررت 4 مواقع استراتيجية ضمن اندفاعها صوب عنا وراوة، وهو هدف العمليات الأبرز. والهدف الأخير في هذه العمليات هو الوصول إلى القائم والاشتراك في عمليات مع جهات مكافحة الإرهاب الذي يتوالد جزء من قواته فيه عند الحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السورية في الرطمة تحديدا للمشاركة في عمليات تحرير القائم. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد. كيف حررت القوات العراقية حي المثنى في الموصل، وما هي أبرز المحاور والجبهات المشتعلة مع تنظيم داعش في المدينة في العرض التالي؟ أهلا بكم. بعد أن وضعت كمائنها ما بعد نهر الخوصر، عبرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بوحدات النخبة فيها وباللواء 73 في الجيش نهر الخوصر، وحررت حي المثنى شرق الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه. وجنوب الساحل الأيسر تقدمت قوات الشرطة الاتحادية مسافة 300 متر من مستشفى السلام جنوب شرق المدينة تحديدا. كذلك تقاتل قوات الرد السريع والجيش
الجيش والشرطة الاتحادية عند نهاية حي فلسطين المحرر في المحور الجنوبي الشرقي وتسيطر على طريق موصل كركوك، وإلى شمال المحور الشرقي تتموضع قوات الجيش العراقي عند العركوب في الحدبة. هذا كان من الجهة الشرقية للموصل. أما في الجهة الغربية فتتجهز قوات المحور الغربي الخاصة بالحشد الشعبي إلى المرحلة السادسة بعد أن تمكنت في المراحل السابقة من الوصول إلى مطار تل عفر وتحرير تل عبطة. وهذه المرحلة قد تشمل تقدما إما صوب تل عفر أو صوب القيروان والإبعاج عند الحدود العراقية السورية. وحتى الآن تكون القوات العراقية تمكنت من استعادة السيطرة على نحو 43 حيا من الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وبحسب جهاز مكافحة الإرهاب فإنه تم تحرير الأحياء الضيقة ذات الكثافة السكنية أو السكانية العالية. من جانب آخر تواصل القوات العراقية المشتركة تقدمها لتحرير مدن غربي الأنبار. هناك تمكنت القوات العراقية والحشد العشائري من تحرير 40 كيلومترا من الطريق إلى القائم. مصدر عسكري عراقي أفاد أن هذه القوات حررت مناطق التيل والدوسة والصفا والأخضر والعوسية خلال عمليات تحرير عانة وراوة شمال غرب الرمادي. أكد رئيس الوزراء التركي بن علي الدرم الذي يزور العراق غدا أن وجود معسكر بعشيقة لا يشكل انتهاكا لسيادته. يلدرم الذي تفقد اليوم جرحا في جار أزمير لفت إلى أن بلاده تدرب المقاتلين في معسكر ببعشيقة لمحاربة داعش، وأشار إلى أنه سيتحدث مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته إلى بغداد بشأن محاربة تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني. عامان منذ آخر زيارة لرئيس حكومة تركي لبغداد، خلالهما لم تشهد علاقة بغداد وأنقرة إلا توترا متصاعدا. عامان من العلاقة المتأزمة ينتظران حسما تركيا بزيارة بن علي يلدرم بغداد لإعادة سخونة التواصل إلى خط العاصمتين. الزيارة سبقتها تهدئة تركية لمحت خلالها أنقرة إلى ما وصفتها بالفرص المهمة لتبادل وجهات النظر، لكن بغداد تريد من أنقرة موقفا واضحا لجهة الحرب على الإرهاب والوجود العسكري التركي في الأرض العراقية، موقف سبقه غمز من الحكومة العراقية برفضها أي تهديد لأي دولة انطلاقا من الأرض العراقية في إشارة لحزب العمال الكردستاني. بعد الانقلاب العسكري الفاشل الذي في تموز في تركيا أصبحت الخارجية التركية بأن تتبع سياسة أخرى في لفلمة أوراقها وفتح صفحات جديدة مع دول قد أساءت العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم ومنهم العراق. العراق كان من ضمن شروطه أن يكون أي زيارة للجانب التركي سواء من الجانب الرسمي أو الدبلوماسي أن يكون موضوع التواجد التركي على أرض العراقية. زيارة يلدرم لبغداد سبقتها خطوات عملية بدمج حرسينين وضمن قوات الحشد الشعبي، ملف تهدئة آخر لطالما كان حاضرا في الخطاب التركي، ما حسم راية سلاح المتطوعين ووحد بندقيتهم، فسهل إثر ذلك الإعداد لمعركة تحرير تل عفر التي لطالما عدتها أنقرة نقطة خلاف مع بغداد وجاهرت بذلك. ما يحدث في العراق يرتد صداه وارتد صداه يعني فعلا في اسطنبول وأنقرة وبقية المدن التركية، ولذا لابد من احتواء الوضع العراقي أولا واحتواء الوضع السوري ثانيا وصولا إلى تفاهم دقيق، تفاهم استخباري وتفاهم عسكري وتفاهم سياسي لينتج أمنا تركيا بالمستقبل. الانطلاق بمراحل جديدة هذا ما يريده حلفاء بغداد ومؤيدوها من اللقاء العراقي التركي، وألا يتوقف اللقاء عند تصفير الأزمات السابقة. موقف صعب لكنه صحيح، وإن جاء متأخرا من ذلك الذي أخطأ سياسيا وعاد ليعلن استعداده لفتح قنوات تواصل مع عواصم قاطعها، ودرس أهم لبغداد التي يجب أن تحدد من الآن ما تريده من الحوار مع بن علي يلدرم، لأنه إن فاتها ذلك ضاعت مقاصد الحوار ونتائجه. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في بيان له بمناسبة الذكرى 96 لتأسيس الجيش العراقي أن المعركة ضد الإرهاب هي في شوطها الأخير وستقطع ما وصفها برأس الأفعى وتطهر كل الموصل قريبا. بدوره أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي وضع إكليلا من الزهر على نصب الجندي العراقي أن تحرير مدينة الموصل بالكامل قريب جدا، وقال إن هذه المعركة هي لحماية مستقبل العراق وسيادته أيضا. بدوره أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن العراقيين يستذكرون باعتزاز وفخر البطولات والتضحيات التي قدمها رجال القوات العراقية المسلحة. وخلال مشاركته في ذكرى تأسيس الجيش قال الجبوري أن المدافعين عن الوطن المضحين من أجل تحرير أرضه من دنس الإرهاب رسموا نهجا خالدا يحتذى به. وبالمناسبة نفسها شدد الأمين العام لمنظمة بدر العراقية هادي العامري على ضرورة تسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي، ودعا في بيان إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد تحرير الأراضي العراقية من إرهابي داعش، على أن تلي تلك المرحلة مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في إعادة إعمار العراق. كشفت تقارير رسمية لوزارة النفط والمعادن اليمنية عن خسائر فادحة في قطاع النفط نتيجة هجمات التحالف السعودي المستمرة منذ مارس 2015 على هذا القطاع الحيوي، والتي وصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار كتقديرات أولية للخسائر خلال عام واحد فقط، ناهيك بفقدان اليمن عائدات النفط التي كانت تشكل 75% من ميزانيتها. هذا تقرير لأحمد عبد الرحمن. هذه محطة لتزويد الوقود استهدفتها مقاتلات التحالف السعودي في اليمن، واحدة من بين 244 محطة نفطية قصفتها الطائرات. تقارير رسمية لوزارة النفط اليمنية كشفت عن امتداد قصف التحالف ليصيب أكثر من 189 ناقلة محملة بالبنزين والغاز كجزء من الحرب الاقتصادية التي يقودها التحالف. هناك شركة محطات وخزانات للمشتقات النفطية على مستوى الجمهورية تم استهدافها واستهداف القواطر النفط الخام، عفوا المشتقات النفطية والغاز المنزلي الضروري لكل مواطن يمني. يرى خبراء اقتصاديون أن القطاع النفطي في اليمن تعرض لكارثة حقيقية نتيجة الحرب، حيث وصلت خسائر شركة النفط اليمنية وحدها إلى أكثر من 2 مليار دولار. خسائر شركة النفط التي تهتم بتوريد المشتقات النفطية للمواطنين هي أيضا تفوق 1 مليار وشوية دولار، يعني الخسائر كبيرة جدا. للأسف الشديد أن القوى المتحكمة في أطراف الصراع لم تعمل على تحييد هذا القطاع الحيوي الخدمي الهام، بل أقحمته كجزء من وسائل الحرب والعدوان. ويمتد الضرر إلى القطاع النفطي عامة بخسائر وصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال عام واحد فقط، بعد استهداف الغارات ميناء التصدير في الحديدة ومنشأة رأس عيسى النفطية والصليف بالمحافظة ذاتها غرب اليمن، والتي تحتوي على مخزون ضخم واستراتيجي لمواجهة أزمة الطوارئ أو شح النفط. خسائر القطاع النفطي مجراء العدوان التحالف منذ مارس 2015 خلال عام فقط تجاوزت الخسائر التي لحقت بالقطاع النفطي 10 مليار دولار في توقف تصدير النفط الخام الذي كان يرفد خزينة الدولة بما يفوق 75% من الميزانية العامة للدولة. التأثيرات الكبيرة امتدت لتصيب العمال أيضا في هذا القطاع الحيوي، فتوقف المنشآت النفطية أدى إلى تسريح أكثر من 25,000 عامل، ناهيك بفقدان الدولة عائدات النفط التي كانت تشكل 75% من موازنتها العامة وفق تقارير اقتصادية أخيرة. أدت الهجمات المستمرة من قبل التحالف السعودي على المنشآت النفطية إلى توقف تصدير النفط، مما أدى إلى تسريح الكثير من العمال، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وحياة الناس ككل. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. مجددا حياكم الله.
رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس من شأنه أن يعرض عملية السلام في الشرق الأوسط إلى خطر. عباس لفت إلى أنه إذا جرى تطبيق نقل السفارة فستكون العملية السلمية في الشرق الأوسط في مأزق، وأشار إلى أنه من حق جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة في القدس. لهذا قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الأمريكيين يعلمون أن حائط المبكى ليس أرضا محتلة. وفي خطاب له عن رفض الكونغرس الأمريكي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان، شكر نتنياهو أمريكا ومجلس النواب على دعم إسرائيل ضد ما وصفه بالقرار الشائن. بعد القرار الشائن المعادي لإسرائيل الذي وقعه مجلس الأمن، صوت مجلس النواب الأمريكي البارحة لدعم إسرائيل ورفض هذا القرار الأحادي الجانب. نواب ديمقراطيون وجمهوريون يعلمون أن الحائط الغربي ليس محتلا. لقد صوتوا إما لإلغاء القرار في مجلس الأمن أو لتعديله، وهذا بالضبط ما نعتزم القيام به. أريد أن أشكر مجلس النواب الذي عكس الدعم الهائل الذي تتمتع به إسرائيل بين الشعب الأمريكي. شكرا أمريكا، شكرا يا مجلس النواب. الكونغرس دعا الحكومة الأمريكية إلى الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن مناهض لإسرائيل، وطلب نواب الإدارة المقبلة بتهديد الأمم المتحدة بقطع المعونات المالية عنها إن لم تمتثل لقرار مجلس النواب. بأغلبية كبيرة وافق الكونغرس الأمريكي على نص يندد بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الأول ديسمبر الماضي، والذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقف بوجه إدارة أوباما التي امتنعت عن التصويت لمصلحة الاستيطان ما سمح بتمرير القرار، تأكيدا لدعم حكومة إسرائيل وهدف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ببناء دولة يهودية في فلسطين المحتلة. أيد 342 عضوا مقابل 80 مشروع القرار، مشددين على عدم التخلي عن إسرائيل كحليف رئيسي بحسب ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب بول رايان. أنا متفاجئ بمحصل الشهر الماضي. هذه الحكومة، وأعني حكومتنا، تخلت عن حليفنا إسرائيل في وقت كانت فيه إسرائيل في أمس الحاجة إلينا. لا تنخدعوا، قرار مجلس الأمن لم يكن متعلقا بالمستوطنات، وبالتأكيد ليس بالسلام، بل بأمر واحد فقط، وهو حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية ديمقراطية. هذه الجهود الأحادية الجانب تهدف إلى عزل إسرائيل ونزع شرعيتها. نص قرار الكونغرس دعا إلى سحب قرار مجلس الأمن أو تعديله لكونه يقوض معارضة واشنطن المستمرة منذ عقود لأي خطوة مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة، وهو انتقد بشكل رئيسي إدارة أوباما التي تجاهلت بحسب الكونغرس قرارا صوت عليه المجلس بالإجماع في 22 نوفمبر الماضي، ويقوم على اعتراض أي قرار من جانب واحد يعادي إسرائيل. من نخدع؟ سمعت عضوا بارزا يقول إن الأمر ليس حول أوباما. لو أردتم إدانة قرار مجلس الأمن فقط فلنقم بذلك وسأنضم إليكم، ولكن هذا ليس ما هو الوضع عليه، إنها خدعة. هذا القرار الذي يؤكد مجددا بحسب الكونغرس موقف الولايات المتحدة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، لا يهدف بحسب نواب ديمقراطيين إلى إدانة قرار مجلس الأمن، بل إلى توجيه ضربة أخيرة إلى أوباما قبل انتهاء ولايته. أحبطت القوات اللبنية المصرية هجوما على مواقعها في منطقة سيناء، وقتلت 9 مسلحين وأصابت 16 آخرين. الأمن المصري أعلن أن مجموعة إرهابية هاجمت بعض نقاط الجيش بشكل متزامن مستخدمة سيارات مفخخة، لأن الهجوم أفشل وجرى القضاء على عدد من المهاجمين ومصادرة أسلحة في المكان. اعتقلت قوات الأمن التونسية في مدينة بنزرت شمال البلاد شابا عاد أخيرا من سوريا. وأفادت المعلومات أن كمينا قبض على الشاب بعد رصد تحركاته وقد جرت إحالته إلى القضاء. إلى هذا كشف الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي العميد خليفة الشيباني أنه جرى تفكيك 11 خلية إرهابية خلال شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. أضاف الشيباني أنه جرى توقيف 62 شخصا بينهم موظفون رسميون وأئمة مساجد.
الشيباني أعلن إجراء 4000 مداهمة أمنية خلال الفترة المذكورة على خلفية إجراءات مكافحة الإرهاب. بدأت الولايات المتحدة بنقل معدات عسكرية من ميناء بريمرهافن شمال ألمانيا إلى بولندا في إطار عملية حل الأطلسي لتعزيز الوجود العسكري لحلف الناتو في أوروبا الشرقية. قال نائب القائد العام لقوات الجيش الأمريكي في أوروبا تيموثي ماجواير في بيان أن المدرعات الأمريكية الأولى وصلت عبر البحر تمهيدا لتوجهها إلى بولندا حيث ستنتشر. وأوضح أن هذه الخطوة ترمي إلى تعزيز التفاعل الأمريكي العسكري في أوروبا وتأمين مزيد من الاستقرار. في إيران أحيت الكنائس الشرقية مراسم عيد الغطاس وميلاد السيد المسيح. المشاركون في الاحتفالات عبروا عن أملهم بأن تنعم المنطقة بالأمن والسلام. تقرير حازم كلاس. قرعت أجراس كنيسة سركيس المقدس في طهران كما قرعت المئات غيرها في أنحاء إيران احتفاء بعيد الغطاس وميلاد السيد المسيح بحسب تقويم الطوائف المسيحية الشرقية. هنا في إيران يشكل الأرمن الأرثوذكس غالبية المسيحيين، ينتشرون في طهران وتبريز وأورومية وإصفهان بشكل أساسي، ويتقسمون على ثلاث أبرشيات مشكلين حضورا في المجتمع الإيراني يعود إلى قرون بعيدة ومتشاركين مع أبناء المنطقة همومها. الشرق الأوسط الذي كان ينعم بالسلام بات كالقنبلة وتحول إلى مكان يهدد الجميع بمن فيهم المسلمون وليس الأقلية فقط. ربما نحن محظوظون لأننا نعيش في إيران الدولة القوية التي حافظت على السلام والاستقرار بالرغم من محاولة الزعزعة. يرفعون صوتهم بالدعاء ويوقدون الشموع مؤكدين أن النور باق وأنه لا مكان للظلمة في هذا العالم مهما حاول البعض، فالأمل لا بد أن ينتصر على الألم، ألم يدفع هؤلاء إلى المزيد من التمسك بهويتهم وأرضهم لتكون نهاية أسبوع من الصيام هي أمنيات بالسلام. بوضوح أقول أن أمنيتنا هي السلام لكل العالم خاصة في الدول الجارة وخاصة في سوريا. الدين أساسه المحبة والسلام وكل من يقول غير ذلك مخطئ، داعش لا علاقة لها بالدين. نتمنى في هذا العام السلام للجميع. السلام لكل العالم خاصة في سوريا والعراق هو أمنيتنا والوئام بين الجميع بكل أديانهم وطوائفهم. بالتقاط الصور التذكارية مع الأحبة والأصدقاء وتبادل التهاني والأمنيات تنتهي الاحتفالات هنا بعد أن جسدت عمليا الحكمة القائلة: الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. من جديد يؤكد مسيحيو إيران أنهم جزء لا يتجزأ من الفسيفساء الإيرانية، كما أنهم جزء لا يتجزأ أيضا من فسيفساء الشرق الذي يأملون له السلام والاطمئنان. حازم كلاس، طهران، الميادين. في مدينة توزر نتعرف على المسلك السياحي شبيكة تمغزى ميداس التي تشتهر بالمناظر الطبيعية وبخصوصية حضارية فريدة. هذا تقرير لبلال مبروك. عندما تجتمع في منطقة واحدة الشلالات وأشجار النخيل والرمال الذهبية فإنها حتما ستأسر كل من يزورها. هي منطقة الجريد، قطعة من جنة الفردوس على الأرض أبدع الخالق في نحتها حتى أضحت محجا للباحثين عن الاستجمام بين أحضان الطبيعة. بنخيلها الباسق وجبالها الشامخة وشلالاتها البديعة
تستقبلك منطقة تمغزة، هي نقطة الوصل بين تونس والجزائر، فجمعت فوارسها بين عناد الصحراء وجبروت الجبال وجمال الواحات. يشقها هذا الكانيون الذي يعد الوحيد من نوعه في تونس، فزاد المنطقة جمالا وسحرا. تمغزة هي لمت بين الجبل وبين الواحة والصحراء. ميداس هي طبعا واحة جبلية كيفها كيف تمغزة، لكن الفرق بيناتهم تمغزة الماء متاعها وافر. خرير مياه الشلالات يعزف أنغاما تطغى على المكان. إيقاعات الطبيعة لم تلغي صوت التاريخ، إذ تذكر دفاتره أن الإنسان عمر هذه الديار منذ ما يزيد على 100,000 سنة. تمتاز بالعصر الحجري، لأنه في المنطقة هذه توجد رسوم جدارية ترجع للحضارة القبسية، يرجع تاريخها ما بين 9,000 و11,000 عام قبل التاريخ. وقبل مغادرة مسلك شبيكة تمغزة ميداس، يدعوك جبل شبيكة إلى استراحة صغيرة على قمته، أين مشهد غروب الشمس الذي يحبس الأنفاس ويعلن نهاية رحلة تأسر المكتشفين وعشاق الطبيعة. بلال مبروك من منطقة تمغزة بالجريدة التونسي الميادين. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين: وقف محدود لإطلاق النار في وادي بردة، ووفد روسي في المكان لمفاوضة المسلحين. موسكو تعلن البدء بتقليص وجودها العسكري في سوريا وإعادة حاملة طائراتها وقطع بحرية أخرى. وزير الدفاع التركي ينتقد بشدة دور واشنطن حيال الأزمة السورية، ويشبه دعمها للكرد بمن يحتفظ بالثعابين. القوات العراقية تحرر حي المثنى شرق الموصل بعد عبورها نهر الخوصر. وفي مدينة توزر تمغزة نقطة الوصل بين تونس والجزائر، قطعة طبيعية جاذبة وخصوصية حضارية فريدة. مزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين دوت نت، وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. إلى اللقاء.